السلام عليكم، معكم سامر بن عيسى. الى راك حاب تفقد الوزن ديالك ودير معايا متابعه، انا سامر بن عيسى. حبيت نشيان وما قدرتش، شينت وعاود سمنت، حاولت وما قدرتش. انا نقول لك الحل وين راه، ونقول لك المشكل وين راه. الامور السهله في الحياه تتعلمها بطريقه سهله، مثل الاكل وعدم القيام بالرياضة وعدم مراعاة الاحتياجات الجسمية تاعك. أمور سهلة، كل يوم تاكل واش تحب كيما تحب وتنقص الحركة، لكن تعيشها بطريقة صعبة جدا. على عكس الأمور الصعبة، فقدان الوزن اليوم خاصة مع هذا يعني وش راه صاري في المجتمع وكل السهولة اللي رانا عايشينها، أمر صعب، سلوك صعب، لكن تعيشه بطريقة سهلة. هذا كونفيونس تربح صحتك وجامي تندم على الأمور اللي تقوم بها. ما عليك غير تخير بين الأمور السهلة والحياة الصعبة، والأمور الصعبة والحياة السهلة. أنا شخصيا نخير تكون حياتي سهلة ونقوم بأمور صعبة، لأنه هذه الأمور الصعبة راح تولي هي روتين حياتي، راح تولي هي الشيء اللي يخليني ننتصر في كل المعارك على الحياة. والحياة عبارة عن معارك. باش تقول اليوم راح تعيش في كونفور أبسولي، ما كاش إنسان عايش هذا كونفور أبسولي. ما عليك غير تاخذ القرار وتبدأ تغير في نفسك ونفسيتك قبل ما تستعمل وسائل. يعني اليوم تحب تشيان باش تروح دير ريجيم ونشاط رياضي وتقول هذا وسيلة من الوسائل، لأنه لو كان ما تغير طريقة نظرتك للحياة وسلوكك تعاود ترجع للسلوك القديم، والأمور راح تولي سهلة وتعيشها بطريقة سهلة. خير واختار ما بين الأمور السهلة والحياة الصعبة وبين الأمور الصعبة والحياة السهلة. خير، حبيت تلتحق فينا مرحبا بك. بالحضور ديالك على مستوى قاعة اسلس ولا عن بعد، كلك سوا الولاية اللي تكون فيها ولا البلد اللي راك فيه، تقدر دير معايا متابعة عن بعد. ما عليك غير تبعد الوزن ديالك 05 40 53 12 82، ابعد الوزن ديالك 05 40 53 12 82، وفريق اسلس حيعطي لك كل المعلومات الخاصة، وان شاء الله راح تكون معنا في الدفعة المقبلة اللي راح تبدا الاسبوع المقبل. حبيت شيئا مرحبا بك في فريق اسلس.